خلينا نظهر الصوره الثانيه اللي برضو الناس بتتكلم عليها، وخلينا ان احنا نستعرضها مع بعض. يعني انا عارفها بس مش هغششك، هي ظهرت الصوره خلاص. حسام حسن طبعا مهاجم النادي الاهلي، لا شك ان هو بيمر بفتره صعبه جدا، لانه موسيماني بيديله يعني عايز اقول ايه دقيقه او دقيقتين في اخر كل مباراه. في تعاطف مع كابتن حسام حسن اعتقد أكيد. بشكل كبير من أكيد. جمهور النادي الاهلي او حتى اللي بيحبوا كابتن حسام، لانه حتى في الانديه السابقه اللي لعب فيها كان له بصمه واداؤه دايما ملفت للنظر. يعني مفيش كلام، الراجل كان هداف سموحه ومن هدافين الدوري، وكان بينضم لمنتخب مصر من سموحه، جه النادي الاهلي قاعد على دكه البدلاء ويا ريت كده وبس. لا ده موسيماني بينزله دقيقه او دقيقتين، يعني امبارح شفنا مثلا نازل في الدقيقه 92 والحكم كان حاسب 3 دقائق وقت بدل ضايع. يعني هو نازل دقيقه او دقيقه ونص، اعتقد ده ممكن يدمر نفسيته. انا مش عارف انا كنت لسه اسالك يعني وجهه نظره في المساله. يعني انت مقتنع بوجهه نظر يعني موسيماني ان هو اشراكه يبقى دقائق محدوده جدا بهذا الشكل، ولا ليك راي مختلف؟ لا طبعا، يعني طبعا هي في النهايه حريه للمدير الفني، وهو اللي بيبقى ادرى بظروفه وبفرقته. لكن امبارح كانت الظروف مهيئه جدا ان هو يدي لحسام حسن فتره اطول. هو طبعا عايز يرجع محمد شريف لمساله التهديف، وده حصل. يعني الراجل سجل في فاركو هدف محمد شريف، وقدر ان هو يستعيد بيه حاسه التهديف شويه. بعد كده امبارح احرز هدفين، هدف في الدقيقه 2 وهدف في الدقيقه 34. اذا معنويات محمد شريف رجعت زي ما كانت. كان المفروض انه بعد 10 دقائق او ربع ساعه، دي وجهه نظري الشخصيه طبعا، من بدايه الشوط الثاني حسام حسن ينزل، لانه خلاص انت اطمنت على محمد شريف. المفروض ان انت تجهز البديل بتاعه نفسيا، انت ممكن محمد شريف يتم ايقافه او اصابته لا سمح الله يعني في اي وقت، ما عندكش راس حربه غير حسام حسن. يعني ربما صلاح محسن بيلعب في المكان ده، لكن بيبقى افضل بالنسبه له الاطراف ان هو يلعب على الاجنحه. فانت مع بيرسي تاو برضه نفس الكلام، ما عندكش راس حربه صريح غير حسام حسن، والراجل كان جاي النادي الاهلي هداف كبير الحقيقه. عشان تنزله دقيقه ولا دقيقتين بقى انت كده زي ما يكون بتزهقه. وموسيماني مش اول لاعب يعمل معاه كده، احنا شفناه بيعمل الكلام ده مع لعيبه كتير، منهم مثلا اليو باجي السنغالي اللي جه النادي الاهلي ومتالق دلوقتي مع اميان الفرنسي، والنادي الاهلي بيفكر انه ممكن يرجعه من الاعاره لانه طالع اعاره بس. صح صح. او كهربا المعار دلوقتي لهتاي سبور، نفس الكلام عمله معاه موسيماني. سياسه التدوير اعتقد يعني ورقه رابحه، اعتقد يعني اي نادي المفروض ان هو يستغلها قدر الامكان، خاصه لما يبقى عندك بدلاء امثال الكابتن حسام حسن يقدروا ان هم يضيفوا يقدموا لك حل انت ربما بتبحث عليه لما بتبقى المباريات يعني محتدمه متازمه، يعني مش راضيه متلعبكه زي ما بيتقال كده بلغه الكوره يعني. صحيح، بس انا اتمنى انها تكون سياسه التدوير ولا ليس التدمير. صحيح. لانه اللي بيحصل ده عنوان حسن ده عنوان يعني جاي في محله. سياسه التدوير وليس التدمير. صحيح. لانه اللي بيحصل مع حسام حسن انا يعني ما اظنش انه موسيماني عايز يدمره، لكن نفسيا هو بيتدمر. وبعدين في المؤتمر الصحفي امبارح بعد المباراه موسيماني قال حاجه غريبه قوي، الصحفيين بيسالوه على حسام حسن وبيقولوا له برضه انت بتنزله في اخر دقيقه، فانت ايه وجهه نظرك؟ فالراجل واضح ان هو مستاء من الاسئله عن حسام حسن في الفتره الاخيره. فقال انه بكاء حسام حسن في المباراه اللي فاتت لما نزلته في اخر دقيقتين هو اللي خلاكم تسالوني الاسئله دي. انا مثلا لويس ميكيسوني اللي انا جايبه المحترف انتوا ما بتسالونيش عنه لانه ما بكاش. فواضح ان موسيماني حط حسام حسن في دماغه من ساعه ما الراجل نزل متاثر في المباراه اللي فاتت وبيبكي. يعني هو يعني كل لاعب وله نفسيه، فربما يعني رد فعل اللاعب يختلف عن التاني، فانت بتتعامل مع كل لاعب على حده، مش بالضروره يبقى العدل انه لو ده ما عيطش فما يعني مش هياخد فرصته يعني. بالظبط. والمفروض انه موسيماني يجيد التعامل النفسي مع لعيبته قبل التعامل الفني، دي مساله مهمه جدا عند المدربين.